انتظر نتاج النقي في الجار، احتفظنا له بالحق ديالو في شهادته، ولكن هذا لا يمنع تماهيا مع ما اشار اليه الاستاذ النقيب حسن بروين، وتقاطعا واسترسالا في بعض شقه. اليوم عاينتم بانه مجموعه من الهيئات وعلى راسها هيئه المحامين بالدار البيضاء التي اصدرت، لست متحدثا باسمها بوجود السيد النقيب، وانما هو البلاغ نشر او البيان نشر فيما يتعلق بما يروج في الساحه المهنيه. قبل ذلك هيئه المحامين بسطات، ربما بعض الساده النقباء تواجد تطوان، ربما بعض الساده النقباء متواجدين لمهام خارج ارض الوطن حالت دونهم ودون ابداء موقفهم، ولكن اقولها شهاده للتاريخ، الموقف الذي صدرناه في هيئه المحامين بسطات والذي زكته بطريقه اخرى برفض واضح من قبل هيئه المحامين بالدار البيضاء، وايضا ما اشارت اليه هيئه المحامين تطوان، وايضا ما نتنادى به بشان قانون مهنتنا، هو دليل قاطع على اننا في مرحله مفصليه. حينما حددت معالي السيد وزير الدوله قبل قليل وقلت له اننا نحدث دائما المسؤول السابق بصفته طبقا للاتيكيت الدبلوماتيكي او الدبلوماسي، ولكن يظل الاستاذ مصطفى الرميد هو ذاك الرجل المحامي، فحاولنا ان ناخذ منه جبة المسؤول السابق وايضا المحامي والممارس الذي دائما كان يقول بانني اعطيت السياسة كل شيء واعطتني المهنة كل شيء ان لم تخني الذاكرة. اليوم نحن في حاجة الى جميع رجالاتنا، الى جميع نقبائنا، الى مسؤولين في اطار المسؤولية كرجالة دولة السابقين، لانه يتم تأثير من قبل وزير دولة سابق، من قبل وزير عدل وحريات سابق، يكون له تأثير إيجابي فيما يتعلق بما يروج بالساحة المهنية اليوم، شئنا أم أبينا، يكون له حسن الإنصات من قبل وزير ممارس ممكن حاليا، أقول حسن الإنصات، لا أقول الأخذ برأيه، لا أقول التشاور، لا أقول التقرير، وإنما حينما نحدث كثيرا كمسؤولين مهنيين كرجال دولة سابقين فإننا نتحدث بلغة واضحة. هذه اللغة، هذه المرارة التي عبرت عنها هيئة المحامين بالدار البيضاء، عبر عنها بمداخلته الأستاذ النقيب بروين الآن، يعبر عنها مجموع من زميلاتنا وزملائنا. إنما نريد أن نطلق صرخة، أكيد هناك استمرارية لرجالات الدولة، لا أقبل كنقيب لهيئة المحامين بسطات، لا أقبل كنقيب ممارس، لا أقبل كمهني أن يتم الحديث على أن الاستمرارية للإدارة، ابتدأنا هذا المسار في إطار نقباء لعل من بينهم نقيب فجار، في إطار نقباء سابقين لعل من بينهم نقيب عبد الحق العزيزي، لعل من بينهم رئيس عثمان النراوي، لعل من بينهم نقيب شهبي، لعل من بينهم أكيد نقيب لبدك. المسار ليس وليد اليوم، لا يمكن أن يأتي أي كان وأن يقطع مسيرة ابتدأت سنوات خلت، ابتدأت المسيرة منذ سنة 2008 وتم التفكير في طرح بدائل وإدخال تعديلات مباشرة مع 2009 مع 2010، لست قلتها في طنجة ولا أخجل في أن أعيد تكرارها، ما حققناه مع الوزير بوزوبع صعب، هذه مسؤوليتي الشخصية أنا وأنا لست قاصرا وأنا تنقول كنقيب، صعب أن نحققه مع الوزير وهبي، ما ضيعناه مع الوزير مصطفى الرميد نندم عليه ونأسف عليه، ضيعنا الكثير من الوقت، ضيعنا في العديد من التجاذبات من الصراعات الهامشية أثرت، لم نحسن استغلال الرجل لأننا وجدنا فيه المهني، واليوم نطالبه كرجل دولة سابق يمكن أن يستمع إليه، ولكن لن أقبل بأن يتم القطع، ونحن الذي أعددنا في عهد هؤلاء النقباء الذين أشرت إليهم بدءا من سطات النقيب العزيزي أو النقيب دريقي أو قبله بدءا من النقيب فجار، لأنني كنت أتحدث على 2008 فما فوق، هذا الشيء علاش اشترت لهذا الناس، والآن شيء لنا في غفلة منا جميعا تحت مسؤوليتي الشخصية، أنا كندوي كنقيب الآن، في غفلة مني كلقى بأنه مشروع اللي احنا في هيئة المحامين بالدار البيضاء بقينا في لم تخني الذاكرة السادس من يوليوز من سنة 2019 حتى الأربعة الصباح، فينا وداك الشيء اللي وضعناه،
عدنا التأشيرة باش وضعنا لوزارة العدل. تحدثنا مع الوزير معاليه المصطفى الرميد الذي كان يشاركنا وشاركنا في امتحان آليتنا، وحنا اللي زدنا العدد، وأنا واحد منهم. إن كنت أتحمل في ذلك فإنني مستعد تنقولها. إلا اثنين، أنا كنت كنظن واحد، ولكن مع الوزير في شي لقاء قال لي راه كاين، لا بالعكس ما كاينش غير الأنصاري، كاين حتى النقيب حسي. ولكن أقول بأننا آنذاك تاريخ حددناه بتشارك بمشاركة. الآن لا أخفيكم سرا، أنا بعدا شخصيا باش نخلي مسؤوليتي كنقيب لهيئة المحامي مسطات، أتكنتفاجئ بتصل بي أحد السادة النقباء، حشمت خجلت من نفسي، وما غنقولش سميتو الآن ولكن راه حاضر معنا في القاعة، خجلت من نفسي أنني قلت ليه أو هادشي كاين ما خباريش، حشمت كنقيب ممارس وهو ماشي نقيب ممارس، وما في باليش بأنه الامتحان طلع شافوا في الصفحات وشافوا كل شيء، وأنا ما في باليش أصلا حتى اتصل بي هذاك السيد نقيب. إذن أقول لكم قانون المهنة يحدث مع نفسه. الآن نحن في حاجة إلى وحدة مهنية قوية، وحدة تضم الشيوخ والقيادم والنقباء والقواعد، وحدة لأنكم كما عينتم مسودة اللي خرجت لنا فينا موقف. أنا الآن أتوصل بدعوة من رئيس جمعيتنا لحضور اجتماع ديال الجمعية يوم فاتح أكتوبر، أولى جدول الأعمال مسودة قانون مهنة المحاماة. اللبيب بالإشارة يفهم. أول ملاحظة ترتني وسأراسل فيها رسميا، ما يمكنش لي نتحدث على مسودة قانون مهنة، نتحدث على قانون مهنة المحاماة أكيد، أهلا وسهلا. المسودة أنا باقي ما دخلتش معك الموضوع، أنا باقي ما دخلتش معك الموضوع باش نتحدث على قانون، لأن كانت نقطة لازمة في جدول أعمالنا. ولكن مسودة، وإذا فأنا أنا شخصيا تنقول المنهجية التشاركية غابت فيها، ما ندوي شيء فيها. ولهذا أقول لكم بأننا اليوم، وأناشدكم معالي وزير الدولة من منصب مسؤوليتكم السابقة والمسؤولية الدائمة والأبدية التي هي مهنة المحاماة، أكيد سيكون لكم رأي مخالف وهذا لا يفسد الود قضية، ولكن نستمع إليكم لأنكم شاركتمونا في أكثر من محطة، شاركتونا في قراراتكم، في مواقفكم، شاركتمونا كنقباء حتى في السياسة الجنائية. ولعلكم تتذكرون حينما تحدثتم عن الشيك الأقل من 5000 درهم يعتبر ليس لا يدعو إلى الاعتقال، واعتبرت وكان النقباء حاضرون، وكنا في ما كيكونش لقاء اليوم كان حضروا فيه كنقباء. في مراكش حضرت كنقيب سطات وكان مكاني إلى جانب السيد الوزير، وكان قبل ذلك السي بوزوبع قال لهم خذوا القانون كله اعطوني غير الفصل 57 ان لم تخن الذاكره، وبعد ذلك توالى الساده الوزراء في نفس المنهج. الان زميل لنا من بني جلدتنا، احنا بالعكس سنحسن ايضا استغلاله، لان ما غنفيوش الجانب المضيء في شخصه او في مسؤوليته، لن ننفيه، ولكن ما نعاينه يتطلبنا منا وحده مهنيه قويه. تعبيرا صريحا وبه اختم، أقول وكما قلت للسادة النقباء ولزميلاتي وزملائي بالمفهوم الدارجي كله ينشعل كبالته، لا ألوم وزيرا في إطار مسؤوليتي الحكومية، علاش ما كلموش يقوم بدوره؟ احنا اللي خصنا نقوم بدورنا كزميلات كزملاء كقواعد كجمعية عمومية كنقباء كمجالس كمسؤولين مهنيين. وهذا هو اللي دارت هيئة محمد سطات حينما راسلت ليس رئيس جمعية، صيغة المراسلة إلى السادة أعضاء مكتب جمعية هيئة المحامين المغرب بصفتهم نقباء، وبالتالي هو معاليه تيدير الخدمة ديالو في إطار دور حكومي. إحنا نديرو بكل حوار وبكل تؤادات وبكل احترام، وأكيد سيكون الخلاص وأكيد، ولكن ما أدعو إليه هو الاستمرارية. 98% وبه أختم مع دراسة السيد نقيب، 98% كملناها، اختلفنا على جوج نقاط وربما السن والمكاتب الأجنبية الدولة بالنسبة للدولة جوج أغناش كان آنذاك إن لم أكن أنا كنت مقررا، ولكن لم أقوم بدوري كما ينبغي لأنني اختلفت في لحظات من اللحظات مع السيد رئيس عمر ويدرا، وما بقيت حضرت شي اجتماعات وبقى كيكمل هو بحكم أنه تعرف هذاك الشيء ديال الانفورماتيك. المحاضر 8 محاضر وقعناها، وشنو زعما انا شنو اش كندير انا كنقيب مفتاح؟ اش كنسوى عندك؟ كل صدق هذا كان نقيب حسن بروين، اش كيسوى عندك؟ الدار البيضاء باهميتها اللي كتصدر البارح بلاغ واضح وشفاف وحي عليه هيئه المحامين بالدار البيضاء نقيبا واعضاء مجلس، اسمح لي وراه اعضاء المجالس هما كيتحملوا مسؤوليتهم، اش كنسوى؟ 98% محاضر موقعه
قبل كنا كنحترموا الوزاره ولا زلنا نحترمها، هذا امر مفروض، ولكن الاختلاف في الراي لا يفسد الود الراي، الاختلاف في الموقف لا يفسد الود الرايه الرايا. حنا تنقولوا بان ما تشاركناش، هو بالعكس وضعنا ونسينا وكنبقاو حتى الليل. ماذا يفيد، ماذا تفيد تلك المحاضر؟ انا اتذكر حسنه للرجل من بغينا نرفعوا ولا ننزلوا من المعدل رفعهم العدد غادر القاعه، قال لك اودي انتم الساده النقباء كما فعل حينما اشرف على الامتحان بطريقه والله يشهد انها طريقه رائده ورائعه كما كان ذلك الامتحان ديال الفوج ديال عاصي ومره. ولكن اليوم هو غدا يجي نقيب وينكت لعهده، راه كان سيدي راه هذا قرار في عهدي ان الوزير ابتدأناه في جزء منه مع الوزير مصطفى الرميد، استرسلنا مع الوزير أجار فاختتمنا مع الوزير بن عبد القادر. ولا زلت أذكر، ولعل النقيب بيروين ولعل الأستاذ أغناج معي من الذاكرين في تلك القاعة، قاعة الحاج محمد الناصري الله يرحمه، وطلب منا سيد الوزير بن عبد القادر الذي حضر وقال لك غنقولوا رأي. اسمح لنا معالي الوزير، احنا سنة ونحن نشتغل بمعية السادة المدراء على عكس الوزير مصطفى الرميد اللي كان كيحضر معنا شخصيا كنقباء في نقاش قانون المهنة. مني في واحد الفترة توقفنا قبل منها شخصيا، ولكن احنا جينا قالك بأننا مفوضين من قبل الوزير أي حاجة غنديروها، اعطيونا اللي بغيتوا ناقشنا، واختلفنا إلى جانب أحد السادة النقباء حول نقطة واحدة، وقال لنا السيد مدير التشريع الآن ولا مدير شؤون مدير التشريع الآن، قالنا ودي هذه النقطة الله يجازيكم بخير هي اللي غتكون مفصلية، هي السن الولوج، خليوا هذه النقطة والشيء الآخر قابل نقاش، وحنا غادي نكونوا فيه على قلب رجل واحد. وكذلك كان وقعنا المحاضر، جاء الوزير آخر اجتماع قال لك ودي وأنا عندي رأي، غيدخل لنا غيتحدث لنا عن المكاتب الأجنبية وغيتحدث لنا عن النقاط الخلافية، وقال فقلنا له قال لك ولكن أنا أنا وزير راني ما غاديش نكون بن عرفة أنجي ونبصم، أنت أنا وزير. فقلت له بالحرف النقيب وهبي وزير اللي كيجي من طنجة اللي كيجي من أكادير وكيحضر معنا الجماعات، بالنسبة لي أنا وزير. معالي الوزير كان عليك تحضر معنا من نهار الأول، وإلا أنك فوتي الآن استمرارية دوزنا عدنا تأشيرة، لا يمكن أن نعود إلى الوراء. وبهذا أناشدكم، لا نطلب منكم رأيا واضحا، وقد يكون الأكيد سيكون لكم رأيا معاليكم معالي الوزير، وإنما نطلب أن تشدوا عضدنا كمنهجية سابقة اعتمدتموها في إطار التشاور التي هي غائبة اليوم. إن لم يكن العكس صحيح، أنا أقول غائبة مع السادة النقباء الممارسين، إذا كان هذا التشاور مفتوحا في إطار جهات أخرى ما عندناش مشكل، ما عندناش مشكل، ولكن احنا الأولى في هذه الظرفية. إن كان التشاور حادثا مع السيد رئيس الجمعية، أنا تنقول لكم أخلي مسؤوليتي، السيد رئيس الجمعية حسب كتابه اللي تنشر في صفحات ما نشرتناش احنا ولكن تنشر، كيقول لك ما في خباريش بصيغة المخالفة بمفهوم المخالفة، مني تيقول لك علمت بهذاك بعد نشريه في 16 سبتمبر، فانه يعني بانه الان احنا نناشدكم بانه كيف ما قلت صوتكم مسموعا كمسؤول سابق وكمهني على الدوام، باننا تكونوا عضد للاستمراريه المشاركه وكل حاجه قابله للنقاش. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.